من أكتر الحيوانات اللي بنشوفها كل يوم وبنتعامل معاها بشكل مباشر أو غير مباشر هي القطط، وهنا هتلاقي الناس بتختلف في نظرتها ليها، في اللي بيحبها وبيلعب معاها ومربيها معاه في البيت، ومش بس كده لا، ده معتبرها فرد أساسي من الأسرة، وفي اللي بيحبها ويأكلها بس من بعيد لبعيد، واللي عنده فوبيا منهم، واللي معتقد إنها بتنقل أمراض خصوصا للبنات وبتعمل مشاكل في الخلفة، وآخر نوع اللي بيضربها. فبينا نشوف الموضوع ونتكلم فيه كلمتين. من بعض الامراض اللي بتجن عن طريق القطط مرض التوكسوبلازموزيس او داء القطط، وده مرض بيحصل بسبب طفيل اسمه توكسوبلازما جونداي. الطفيل ده بيوصل لنا بكذا طريقه، منهم اكل اللحوم اللي ما استوتش كويس. هو انا شخصيا اعرف بني ادمين بياكلوا اللحمه نيه، يعني حتى مش نص سوا، لا بياكلوها نيه. ايه ده، يعني احنا كده ظلمنا القطط؟ هقول لك لا ما ظلمناهاش قوي يعني، واقول لك ان ممكن القطط تسبب لك المرض ده لو انت بتتعامل مع فضلاتها، بس ده مش معناه انه بيدخل جسمك عن طريق الجلد، لا انت ممكن ما تبقاش غسلت ايدك كويس وبعدها رحت كلت، فانت اللي بنفسك وصلته يا معلم. عشان كده لو انت بتربي قطط البس جلافز واهتم بالليتر بوكس وابعد الاطفال عنه، وما تاكلش القط لحمه نيه، مش هتبقى انت وهو يعني. وبرده ما تسيبش القط بتاعك يخرج من البيت ويقعد في الشارع كتير. نفهم من كده ان القطط نفسها مش هتعديك، ولكن فضلاتها هي مصدر العدوى. غالبا لو حد اتصاب بالتوكسوبلازما مش بيظهر عليه اعراض، ولا حتى القط بيبقى ظاهر عليه، هو بس ممكن يبقى فيه اعراض خفيفه ومش مميزه، شبه البرد كده مثلا، وبتروح لوحدها، والطفيل بيفضل في الدم في صورة غير نشطة، وممكن ينشط تاني لو الشخص ده منعته قلت لأي سبب. نيجي بقى للحوامل، لو الأم اتصابت قبل الحمل بفترة قصيرة أو أثناء الحمل، فللأسف هيحصل إجهاض أو الطفل هيتولد ميت. طيب لو الأم كانت اتصابت قبل الحمل بفترة كبيرة، في الحالة دي جسمها هيكون خد وقته في إنه يكون مناعة ضد المرض ده، وفي الحالة دي المناعة هي اللي هتتنقل للجنين مش المرض، ومش هيحصل حاجة. طيب العلاج، العلاج بقى بيختلف من شخص للتاني. لو واحد طبيعي وأصلا صحته كويسة فغالبا بيخف لوحده، اما لو الحاله محتاجه علاج فبندي دواء زي السلفادايازين ودواء البايريميثامين، بس خلي بالك لازم ندي معاه فوليك اسيد، وطبعا لازم متابعه طبيب مش مجرد تسمع فيديو وتروح تطبق يعني. واكيد لو هنربي قطط معانا في البيت فلازم ندي لهم التطعيمات اللازمه علشان نحافظ على صحتهم وصحتنا من امراض كتير، وبكده مش هيبقى في اي داعي للقلق منهم. وافتكر يا صديقي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. ويا عم ما كنت مش هتعامل القطط حلو فعلى الاقل ما تاذيهاش. وافتكر برضو حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. صدق رسول الله. ولو انت مش مربي قطه فحب اقول لك انك فايتك كتير. وبس كده، لو حابب تعرف انا جايب الكلام ده منين او حابب تعرف تفاصيل اكتر يبقى لازم تشوف اول كومنت، ودمتم بخير.